السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا القطة في المنام للمرأة المتزوجة، وهو تفسير شامل عن رؤيا القطة البيضاء للمتزوجة والقطة السوداء وطرد القطة والقطة الميتة وخربشة القطة وإلى ذلك. ونبدأ برؤيا ومعنى القطة البيضاء في المنام للمتزوجة. فرؤية القطة البيضاء تدل على دخول السعادة والأخبار السارة للبيت. القطة البيضاء تشير على الزوجة الجميلة المدللة الطاهرة. أما القطة السوداء في بيت المتزوجة بتدل على المشاكل والمشاجرات بين الزوجة والأولاد، وهذه المشاكل ناتجة من حسد شديد، وعليها بكثرة الصلاة والاستغفار وتشغيل سورة البقرة يوميا لطرد الشيطان وتجنب الحسد. طرد القطة السوداء من البيت تشير الرؤية إلى التخلص من المشاكل وذهاب الهم وفك الكرب. تفسير رؤية طرد القطة للمتزوجة في المنام. رؤية طرد القط من المنزل للمتزوجة تدل على التخلي عن بعض المسؤوليات التي تحملها. طرد القطط للمتزوجة تدل على التخلص من المشاكل الناتجة عن الأصدقاء. طرد القط الأسود هو طرد للشيطان من المنزل عافاكم الله. تفسير رؤية قط ميت في المنام. تشير رؤية القط الميت للمتزوجة على التخلص من المشاكل والأشخاص التي تجلب لهم القيل والقال وتسبب لهم في مشدات يوميا، كما تشير رؤية القط الميت على إنهاء علاقات بين الأصدقاء. تفسير رؤية ضرب القطة للمتزوجة. رؤية ضرب القطة للمرأة المتزوجة تدل على الحرص في التربية إذا كانت تضرب بقصد التهذيب. أما إذا رأت المتزوجة أنها تقوم بضرب مبرح في القطة تشير الرؤية على ارتكاب معصية وعليها التوبة لله عز وجل. تفسير رؤية خربشة القطة للمتزوجة. عندما ترى المرأة المتزوجة أن قطة قامت بخربشتها في المنام، هذه الرؤية تدل على إيذاء سوف يتسبب لها من أقرب الناس إليها. وعندما ترى دم كثير ناتج من الخربشة يدل الحلم على أنه حلم شيطاني، لأن الشيطان بيجري مجرى الدم في جسد الإنسان، فعليها الاستعاذة بالله من وسوسه وهمزاته. رؤية القط النائم في بيت المتزوجة دلالة على خروج الطاقة السلبية وعلى ذهاب النكد والضيق. رؤية قطة جميلة تلهو في البيت دلالة على زوجة حسنة المظهر تسعد زوجها وأهل بيتها. أما رؤية قطة متوحشة في المنام دلالة على زوجة شرسة لا تفكر بعقل وتفكيرها عدواني. رؤية قطط كثيرة تأكل وتمرح في بيت المتزوجة دلالة على ذرية صالحة يرزقها الله بها، كما تشير على رزق قادم. عندما ترى المرأة المتزوجة قطة تلهو على السرير نوم الزوجية تشير إلى وجود امرأة فاسقة تخدع الزوج وتريد خراب بيت المرأة المتزوجة. هذه الرؤية إنذار لها بأن تحافظ على زوجها من الآخرين. عندما ترى المتزوجة قطة تلد في المنام تشير إلى رزق كثير قادم لزوجها. تشير رؤية قطط كثيرة تجتمع أمام بيت المتزوجة في المنام تدل على أصدقاء أو أقارب لها يغتابون في أسرارها، وعليها الحفاظ على أسرار بيتهم وعدم البوح بأسرار تخص بيتها وأهل بيتها. عندما ترى المتزوجة قط يأكل من يدها في المنام تشير إلى العطاء والرحمة، وهذه صفة جميلة من صفات الله عز وجل وهي الرحمة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.